لكن خليني أسأل لحضراتكم سؤال تاني كمان ليه علاقة بخبر النهاردة تردد على مسامعنا وليه علاقة بتصدر مصر قارة أفريقيا في سرعة الإنترنت. الخبر مفاده أنه عن شهر يناير تحديدا مصر تصدرت الدول الأفريقية في سرعة الإنترنت. هل يا ترى الخبر ده بيتلامس مع اللي بنعيشه بشكل واقعي ولا لا؟ بمعنى انه هل بتعاني من سرعة الانترنت ولا سرعة الانترنت في بيتك او في بيتك سرعته كويسة وما بتشتكوش منه والخدمة المقدمة بتتميز بشيء من الاستقرار والافضلية؟ خليني اسأل يوستينا، اخبار الانترنت معك ايه يوستينا؟ حقيقة أنا هروح في اتجاه الناس، يعني المواطن المصري الأصيل الحقيقة بيعاني من سرعة الإنترنت في مصر، واللي بيجدد الباقة أكتر من مرة في الشهر علشان فعلا النت ما بيقضيش، مع إن الاستخدام مش بالقدر اللي هو يقول إن دي يعني أكتر من الخدمة اللي مفروض تكون متوفرة في الخدمة نفسها. فالحقيقة خبر النهاردة توقفت عنده، إن إحنا بقينا الدولة الأولى على مستوى القارة الأفريقية في سرعة الإنترنت، وده الحقيقة بعد ما كنا في مراكز متأخرة في القارة. فيعني طبعا خبر جيد بكل تأكيد، ولكن مهم ان المواطن يكون بيشعر بيه. هل انت شعر بيه؟ انا الحقيقة ما بشتكيش من الموضوع، مش عارف ليه. يعني انا بالنسبة لي سرعة الانترنت مقبولة اوقات، كل فترة على مدى فترات طويلة يعني بصراحة يحصل زي عطل في الشبكة كده، ولما بتصل بخدمة العملاء بيقولوا لي ان في عطل كده كذا ساعة وهترجع الامور لطبيعتها. بس في العموم انا بحس السرعة مقبولة بالنسبة لي كويسة. يمكن تفتح الراوتر وتقفله كل شوية لا والكلام لا الامور دي ما بقتش يعني شخصيا بصراحة بتحصلش معايا فعلا كتير. مش عارف، مش عايز احسد نفسي، بس ده اللي حقيقي بيحصل. يعني هو اكيد في شغل على الملف ده، وبالتاكيد يعني ده نتيجته اللي احنا شايفينه النهارده. الاحصائيه اللي يعني ظهرت مؤخرا وهي تصدر مصر لافريقيا، فبكل تاكيد مستنيين من مشاهدينا مين ان هم يقولوا لنا يعني شايفين خدمه الانترنت في مصر عامله ازاي، وسرعه الانترنت هل انتم شايفينها تحسنت، هل هي كافيه يعني قدام المقابل المادي اللي بيدفع، ولا شايفين الخدمه لسه فيها اجراءات وخطوات المفروض تتاخد فيها. يعني جاوبونا وشاركونا برأيكم من خلال التعليق دلوقتي على البث المباشر، وهنقرأ التعليقات من وقت للتاني على مدار الحلقة.